طيب لماذا برأيك يعني النظام يتجرأ بهذا الشكل الفج ويتحدث عن ولاية هاتاي وضرورة إعادتها مرة أخرى للدولة السورية تحت رعاية نظام بشار الأسد؟ ما الهدف منها؟ الهدف منها تجيش الحاضنة الاجتماعية. فلو فرضنا على الطرف الآخر، نتحدث عن الجولان المحتل، هنالك أوراق وهنالك وثائق تؤكد أن هذه المنطقة عربية وأنها تحت إدارة الدولة السورية منذ التأسيس، لكن تم احتلالها بموجب اتفاقية ما، بموجب يعني نهاية مخرجات عملية عسكرية، وتم تسليمها بشكل أو بآخر. واليوم يقر النظام السوري بأنها محتلة، يعني حسب توصيف النظام السوري بأنها محتلة. لماذا لا يجرؤ النظام السوري على التواجد وتسيير العمليات العسكرية تجاه هذه المنطقة بدلا من تسيير العمليات العسكرية تجاه المناطق التي لا تسيطر عليها داخل سوريا؟ لماذا لا يتم استرداد منطقة مثلا الجولان المحتلة؟ كل هذه في عهدة النظام السوري، لكن عملية دغدغة مشاعر هؤلاء أو الحاضنة الاجتماعية للنظام السوري، يعتقد النظام من خلال هذه العملية بأنه سيقوم باسترداد هذه المنطقة. ولا أعتقد بذات السياق بأن من هم متواجدون في هذا القطاع أو هذه النقطة يرغبون بالعودة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سلوكيات النظام السوري والمجازر التي قام بها. فمن شبه المستحيل أن يقبل هؤلاء المتواجدون في هذه المنطقة